كم تشوفوا باللي الأجواء باردة جدا، وتقلبات الطقس راهي زادت شوية من حدة البرودة، فارتأينا أن نقوم بعملية الهدف منها ليس التشهير بهؤلاء ولا إظهار ربما الوقفة معهم، ولكن إظهار مجهود الدولة، بأن الدولة لا تهمل أيا كان في المجتمع، فكل له نصيب في التكفل. هذو أهلنا، هذو أبنائنا، هذو إخواننا اللي راهم اليوم ساكن، راهم متشردين وفي وضعية صعبة. معنا نغتنم هذه الفرصة فقط لأنه كاين البعض وين عندهم عائلتهم هنا في تبسة، فنطلب من العائلات أنه تلتفت إلى ذويهم وإلى أبنائهم. بيت الصحة والسكان باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمتابعة الأشخاص ذوي الأشخاص دون مأوى، وخاصة المسنين عقليا، حيث تم تسخير كافة الموارد المادية والبشرية.